بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نصيحة في هذا الشهر المبارك. الحقيقة كلنا يصوم وكلنا يجوع ويعطش، ولكن ما هو الهدف الأساسي من الصيام؟ الهدف الأساسي أخي الحبيب أن يزيد صبرك، أن يزيد تواضعك، أن يزيد إنتاجك في العمل. الهدف الحقيقي للصيام أن تدرب نفسك على التواضع. ولكن للأسف أصبح لدينا ما يشبه الانفصال بين العبادات والدين وبين أهداف هذه العبادات. يعني كلنا يظن أن الإنسان إذا صلى وصام انتهى كل شيء. لا يا أخي الحبيب، العبادات أصلا أثقل شيء، أكثر شيء تأخذ عليه حسنات هو حسن الخلق. أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة هو حسن الخلق، وليس الصلاة وليس الصيام وليست الزكاة وليست الصدقات، بل حسن الخلق. لذلك أخي الحبيب، نصيحتي أن صيامك قد يكون لا قيمة له إذا لم تتبع سنة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام في حسن الخلق. نصيحتي لك أن تحسن أخلاقك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ويقول أيضا: أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، صلى الله عليه وسلم. حتى يتبين لهم أنه الحق.